ان شاء الله غتكون مقابله حاسمه وما بس عرفوا بان هذا راه ماشي ماتش عادي، هذا راه فحال كلاسيكو ما بين الغريمه يعني الوداد والجيش. يعني كنتمنوا نشوفوهم في واحد احسن وقيته، وكنتمنوهم يربحوا ان شاء الله، وحنا لما بغيناهم يخسروا وبغينا حتى حنا نحتفلوا بالالقاب ونزيدوا حتى حنا بفريق الوداد. وهاد الدائرة اللي ولات مؤخرا ديال الشغب راه ماشي دائرة ما تتفرحش ملي كنشوفوا يعني شي وحدين هما اعداء كما كيقولوا اعداء، ولكن راه ملي كتشوف هذاك الشيء كيوقع لهم راه تيولوا فحال خوتك. ما حد داك الشيء حنا بغينا نتفاداو هذاك المشاكل، وان شاء الله وحنا راه ماتش غيدوز بخير، ونتمناو ان شاء الله تنظموا ما غنديروا لا صداع لا والو، وديما وداد وتنمو شعل الوداد. لا يمكن حيت اليوم ما فهمتي يعني مع الشو اجواء وما عارفيش بان راه ما تنساش بان راه يلا لعبنا ماتش فهمتي، يعني بنادم باقي فرحان وصدموا الوقيته ديال التيكي يعني تطلقات الصباح مع بدون علم جماهير الوداديه، وراه غدا ان شاء الله راه غتقدر تلقى اعداد كثيره هنايا كاينه في التيران باش يقطعوا. نشوفوا الماتش ان شاء الله مزيان، نشوفوا غيدوز احسن ماتش غيدوز دام هو هذا ديال الماتش ديال الجيش ان شاء الله. حنا حيت ان شاء الله الجيش ضربوا الرجاء ان شاء الله حنا غنضربوا، لا كاين الجمهور موجود ان شاء الله. ان شاء الله ما نقدرش نقول لك النتيجه، ولكن ان شاء الله نخرجوا حنا جوج زيرو ان شاء الله، مضمونة 3 بوان ان شاء الله. الله يكون ماتش مزيان مربوحه ان شاء الله. الوداد عاطي ان شاء الله، واخا نربحوا ان شاء الله، نضربهم شي 3-0 ان شاء الله. واخا ضربه هما الراجي الوداد، فرق كبير ما بين الراجي والوداد.